أظن أن المغرب كان كاين تيارات وقوى اللي هي كتحاول تودع من جديد على طريق قمع الحريات وعلى طريق الاعتقالات والتعسف والرجوع إلى ما قبل فبراير إلى ما قبل حراك فبراير. وكنظن أن هذا خطير، كنظن أنه غرور وأنه خطير وأنه ربما مع الأسف سنؤدي ثمنه. وهناك شباب وشابات الحراك ديال الريف اليوم اللي هما الأولين اللي بداو كيأديو في هذا الثمن هذا بعد مظاهرتهم السلمية والتعبير عن حقوقهم المشروعة. وأنا أظن أن هذه لحظة لحظة اختبار وسنرى ما يقع، لكني متخوف جدا وأتمنى أن تسري اليقظة في شعور الفئات الشعبية وفي شعور المناطق الأخرى بأن هذا الحراك هذا هو مثالي بالنسبة للأخلاق، أخلاق الناس مثالية، وأنه تلك القوى التي تحدث عليها تحاول أن تجعل منه مثالا لقمع التظاهرات ومثالا تعطيه للشباب أجمع في البلاد على أن لا حق لهم في التظاهر السلمي ولا حق لهم في النضال من أجل مطالبهم وقيمهم.